السلام عليكم. هسه راح نبدي بموضوع الـ Sinusoidal Modulation Digital Carrier System. أول نوع هو الـ ASK اللي يعتمد على الـ Amplitude. الـ Amplitude هنا، إذا الإشارة صفر يعني الـ بيت صفر، راح نختار إنه الـ Amplitude واحد A1. إذا الإشارة إذا البيت واحد يعني، راح نختار الـ Amplitude A2. طبيعة الحال الـ A2 لازم أكبر من الـ A1. الـ Omega C هنا ثابتات مع الإشارتين. من ندز الإشارة هنا هاي A2 يعني واحد، A1 يعني صفر. راح لما ندز الإشارة بـ Amplitude مختلفات، راح يندز النهيج، راح يصعد لل A1 وينزل للسالب A1. إذا شنو هو؟ إذا هو واحد، إذا البت واحد يروح لل A1 وينزل للسالب A1. إذا هو صفر وهيك. هاي الطريقة الأولى طبعا لل ASK. الطريقة الثانية لا، الطريقة الثانية نخلي عند الصفر صفر، وعند الواحد نقول A كوساين أوميجا سي تي. فراح يصير عند الواحد يصعد A وينزل سالب A، وعند الصفر راح يبقى صفر. الباندويث هنا راح يصير، الباندويث راح يصير 2 RB، يعني 2 ريت بيت. هاي هنا مثال يقول فين the minimum bandwidth for ASK transmission 2000 bit per second. The transmission mode is half duplex. ما طول مطينا ASK و half duplex، راح يصير 2 في الـ RB وراح يطلع لنا 4 كيلو هرتز. إذا full duplex راح يطلع لنا 8 كيلو هرتز. ليش؟ لأن فول فور دوبلكس لازم نجهز 2 باندوز، باندوز للإرسال وباندوز للإستلام. يعني أربعة نقول، باندوز الأولى هي باندوز الإرسال، الباندوز الثانية هي باندوز الإستلام، مجموعها راح يصير 8 كيلو هرتز. هاي هنا مثال على الفول دوبلكس. يقول given باندوز 10,000 هرتز، 1000 هرتز to 11,000 هرتز. Draw the voltaplex ASK diagram. خلينا نشوف من الألف للدعش ألف. أول شيء نحدده من الألف للدعش، هو قال voltaplex يعني واحدة للإرسال واحدة للإستلام. شلون نقسمها؟ نقسمها بحيث تكون نص المسافة، هاي نص المسافة، يعني هي تفصل ما بين الباندوث الأولى والباندوث الثانية. شلون نعرف نص المسافة؟ هو محدد لنا من الألف للدعش ألف، فنقول 1 زائد 11 على 2 راح يطلع لنا 6. إذا نص المسافة هي 6. هسه احنا طلعنا الرسم مالتي. بعد ايش عندنا؟ بعدنا الاف سي. الاف سي شلون راح نطلعها؟ الـ FC سهلة، هم يعني نفس النمط. الـ FC يصير بالنص دائما، يعني يصير ما بين الألف والستة آلاف، فنقول 1000 زائد 6000 على 2 راح يطلع 3.5 كيلو هرتز. والـ FC مال فورورد هم يعني نقول 6000 زائد 11 على 2 راح يطلع لنا 8.5. هو اللي طلبني مني، طلبني من الباندوز مال وحدة من يمهن، الباندوز مال وحدة من يمهن هو 5000. ال FC بيك وورد يساوي 1000 زائد 5000 على 2 يطلع 3500. ال FC فورورد يطلع 11000 ناقص 5000 على 2 يطلع 8500. نقدر نحله على الرسم ونقدر نحله
بهاي الطريقة. المودليتر اوف اي اس كي، المودليتر اوف اي اس كي اذا نريد نرسل اي اس كي، اذا البت واحد نرسل اي كوساين، واذا البت صفر نرسل صفر. نحن نخلي هنا سويتش يشتغل على الديتا، اذا الديتا واحد راح الساين ويف تدخل وراح تروح للبور امبليفاير، اذا الديتا صفر ساين ويف راح تروح للجراوند، يعني اللي راح يدخل للبور امبليفاير هو صفر. او يوزنج ميكسر او باستخدام الميكسر، اذا نستخدم الميكسر نقول داتا يونيبولر نضربها بالاي كوساين اوميجا سي. اليونيبولر هي لو واحد لو صفر، لو واحد لو صفر، فلهذا لما تضرب بالواحد راح تعبر موجة، لما تضرب بالصفر الموجة راح تصير صفر. اللي راح يوصل هنا اذا البيت واحد راح يوصل اي كوساين بالحالتين هنا، اذا البيت صفر راح يوصل صفر، اذا هو واحد صفر واحد واحد يعني اي كوساين نوب صفر نوب اي كوساين وكذا. الديموديليتر مال اي اس كي، الديموديليتر مال اي اس كي ينقسم قسمين، اول شيء نون كوهرنت يقولنا ما نحتاج هنا كيرير. شلون راح يصير هنا بالنون كوهرنت؟ بالنون كوهرنت راح نستخدم الانفلوب ديتكتر، يعني دايود ومتسعة ومقاومة. ولما نخلي انفلوب ديتكتر احنا راح تطلع لنا هاي الموجة، راح تطلع لنا هاي الموجة. من نسوي انفلوب ديتكتر الها راح تطلع لنا هيج. مثل هذا الرسم، هاي بالواحد هاي بالصفر هاي بالواحد، وراح ندخلها على الكومباراتر. هذا الكومباراتر يا اما يخلينا واحد يا اما صفر. هسه هاي لان واحد بس، طبعا بالكومباراتر نحدد الاف، الاف اث، الاف اث راح يكون يساوي نص المسافة ما بين الصفر والاي، يعني فرضا الاي هو 3 واحنا عندنا صفر، يعني الاف هنا راح يساوي 1.5. اذا الاي 2 راح هنا راح يساوي 1 وهيج. طبعا هنا الاوتبوت مال الكومباراتر راح يصير 1 0 1 حسب الانبوت هذا. الكوهيرنت ديتكتر اذا نريد نستخدم كوهيرنت لازم عندنا كارير. شنو هاي الكارير؟ هاي الكارير لازم متزامنة ويا الكارير دزيناها، نضربها ويا هاي ايش راح يصير؟ راح يصير اي كوساين اوميجا سي تي في الكارير مالتها. لو بنستخدم لو باس فلتر راح يطلع لنا باللو باس فلتر راح يطلع لنا الاي على 2، العفو اي تربيع على 2 راح يطلع لنا، لان هاي ضربنا اي كوساين اوميجا سي تي باي كوساين اوميجا سي تي. المهم راح يطلع لنا اي تربيع على 2، فلهذا نستخدم الفي 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 ثيرمينال اي تربيع على 4. نستخدم كومبراتر وهمين راح يطلع لنا يا اما واحد يا اما صفر. هاي هنا شرح اله، راح يصير اي تربيع كوساين تربيع، نحوله باستخدام قواعد الكوساين، راح يصير اي تربيع على 2 زائد اي تربيع على 2 كوساين 2 اوميجا سي تي
نستخدم اللو باس، ولما نستخدم اللو باس هذا راح يروح، راح يبقى بس الاي تربيع على الاثنين. وقلنا الفي ثيرمينال لازم نص المسافة ما بين الصفر والاي، هو الاي قد هنا راح يصير، راح يصير اي تربيع على اثنين، يعني نص المسافة ما بينه وبين الصفر راح يصير اي تربيع على اربعة. هاي هنا هسه ال اف اس كي، ال اف اس كي راح نفس الامبليتود بس التردد يختلف، مرة اوميجا 1 مرة اوميجا 2، اوميجا 1 بالصفر اوميجا 2 بالواحد. اذا واحد نفس التردد عالي، نتكرر الموجة تردد عالي، اذا صفر نرسل تردد قليل، واحد تردد عالي. الباند ويث اللي هنا مال اف اس كي راح يصير دلتا اف زائد 2 ار بي، لان هنا راح ينضاف لنا بالباند ويث، هنا أنا هاي مال اف 1 وهنا أنا هاي مال اف 2 وهنا الار بي، اللي هذا على مود نجمع الباند ويث مال هاي لازم نطلع الفرق ما بين الدلتا اف ونجمعها ويا 2 ار بي. هسه هنا مطينا اف اس كي، نريد نحسب الباندوث مالتها 2000 بت بير سكند ترانسميشن هالف دبل اكس، ما طول هالف دبل اكس يعني باندوث وحده، ومطينا الكارير اس سبيرتد 3000 هرتز، يعني هاي دلتا اف، دلتا اف 3000 وهنا 2000 في 2 راح تطلع 7000 كيلو هرتز، العفو 7000 هرتز. الموديليتر مال اف اس كي، الموديليتر مال اف اس كي هنا الداتا تدخل على ار 1 ار 2 وتدخل على الفي سي او، راح يصير عندنا اف اس كي هو الاوتبوت. الدي موديليتر مالته شلون راح يصير؟ الدي موديليتر راح تطلع لنا داتا ندخلها على باند باس فلتر الاثنين الاف 2 والاف 1، احنا محددين، احنا نعرف انه لما نرسل الصفر محددين انه هو الصفر اف 1 والواحد اف 2، وهنا ما يدخل على باند باس فلتر راح يدخل على الانفلوب ديتكتر، وراح يصير بالانفلوب ديتكتر راح يطلع واحد اذا هو اف 2 تردد، وراح يطلع صفر بالانفلوب ديتكتر من هنا اذا هو التردد مالته اف 1 وهيج. هاي شنو هذا؟ هذا نون كوهرنت. اذا نستخدم كوهرنت راح نستخدم البي ال ال، هاي الاف اس كي ندخلها على بي ال ال، وانا ما ندخل على بي ال ال اللي هو لوب فلتر، ندخل على الفي سي او اللي هو الفولتج كنترول، نو بنرجع نضربه بالاف اس كي الاشاره الاصليه، نو بندخله على الكومبراتر اف في تيرمينال راح يطلع لنا الداتا. الفي تيرمينال يساوي الاف 1 زائد الاف 2 على 2. اكو نوع ثالث همين من الديموديليتر اللي هو زيرو كورسنج فريكوانسي ديسكريميتر. الاف اس كي ندخل على زد دي سي، نو ندخل على المون ستيبل تايم كونستانت، نو بندخل على الافريج وندخل على الكومبراتر.
طبعا هو أسهل واحد بيهم هو النون كوهيرنت، وأنا أعتقد إنه إذا طلب مثلا بالامتحان الديموديليتر مال اف اس كي ما راح يحدد، يعني احنا بكيفنا راح نستخدم أي طريقة من هاي الطرق الثلاثة. هاي هنا يشرح الزيرو بالحالات مالته. الزيرو أول حالة هي هيجي، هاي هنا ال F2 F1 F2 راح تدخل على ال ZDC. ال ZDC راح تحول الإشارة إلى DC. هاي هنا هاي واحد، هاي هنا الصفر، هاي هنا الواحد. وراها راح يدخلها على مون ستيبل تايم كونستانت. هاي المون ستيبل تايم كونستانت راح تقلص الإشارة بمقدار تاو، لأن احنا محددين انه التايم كونستانت هو تاو. هاي هنا هاي كل الإشارات راح تتقلص بمقدار تاو خلال كل تردد إلها. بعدها شنو؟ بعدها راح ندخلها على الأفرج، الأفرج مالتهن، الأفرج مالتهن راح يصير هيجي. نو وين يصعد هنا؟ ورا ما ندخل على الأفرج ندخل على الكومباراتر في تيرمينال. الفي تيرمينال راح يصير بهاي الحالة، ورا ما يشتغل الفي تيرمينال او الكومبراتر راح يطلع لنا واحد بهاي الحالة، بهاي الحالة الثلاث حالات راح يطلع لنا صفر، وهاي الحالة واحد. اكو شرط لهاي الحالة انه هو التاو التايم كونستانت اللي احنا راح نختاره لازم اصغر او يساوي واحد عليه التردد الثاني. الفيس شيفت او البي اس كي، الفيس شيفت يعني راح نضيف زاوية. احنا عندنا الاشارة مال الاي كوساين اوميجا سي تي بها زاوية، والزاوية غالبا صفر. هنا اذا البيت صفر راح نفترض انه الفيس شيفت هو صفر، اذا البيت واحد راح نفترض انه الفيس شيفت هو باي. اذا باي راح يصير يعني هي الباي يعني 180 درجة، اذا 180 درجة يعني سالب اي كوساين، راح يصير هاي الاشارة سالب، راح يصير سالب اي كوساين اوميجا سي تي. يعني الفرق ما بين الاي كوساين اوميجا سي تي بحالة الصفر وبحالة الواحد هو الإشارة. هاي هنا أنا شارح للداتا، الداتا هاي هنا أنا واحد صفر واحد، بالواحد راح يصير هيجي، بالصفر راح يتشفت بمقدار 180 درجة، يعني راح يرسم من هنا والمفروض يرسم هيجي، بس لأن شفت بمقدار 80 درجة رسم هيجي. لو بيرجع واحد وهيجي ويستمر. الباندود مالته، الباندود مالته تساوي الباندود مال ال اي اس كي تساوي 2 ار بي. هنا هاي مثال هم مطين الار بي نضربها في 2 راح يطلع لنا الباندود مالته. الموديليتر مالته، الموديليتر مالته كوساين اوميجا سي تي نضربها موجب سالب اي داتا،
مو ده بسالب اي داتا. اذا واحد راح ينضرب بسالب اي، اذا صفر راح ينضرب بموجب اي. يعني الكوساين اوميجا سي تي ناري راح يطلع الاوتبوت مالتها، مثلا اذا عندنا البي تي او 1 0 1 1 راح يطلع الاوتبوت سالب اي كوساين اوميجا سي تي موجب اي كوساين اوميجا سي تي، نان هاي سالب اي نان سالب اي. واكو طريقة ثانية إلي، ندخل ساين ويف اي كوساين اوميجا سي تي، نقسمها الى يعني الى قسمين، قسم راح يروح مباشرة للسويتش وقسم راح ينضرب في سالب واحد، ونخلي السويتش على داتا حسب الداتا يعني الأدنى. اذا الداتا واحد راح يصير السويتش هنا، اذا واحد راح يصير السويتش هنا، اذا صفر السويتش راح يصير هنا. فبهاي الحالة اذا صفر راح يطلع اي كوساين اوميجا سي تي، اذا واحد راح يطلع سالب واحد في اي كوساين اوميجا سي تي. هاي هنا هاي سالب اي كوساين اوميجا سي تي، دي موديليتر مالته، دي موديليتر مالته يصحوا له كارير ريكفري. هذا البي اس كي يروح ينقسم قسمين، القسم الاول يروح مباشرة الى ميكسر، والقسم الثاني يروح الى اول شيء الربعة. الربعة يعني شلون راح يصير؟ هسه هو بالبداية هيجي صاير، الربعة شلون راح يصير؟ راح يصير كله هيجي. وراها نستخدم باد باس فلتر 2 اوميجا سي تي 2 اوميجا سي، ولما نستخدم الباند باس فلتر راح يطلع لنا هيج. ولما استخدمنا الباند باس نستخدم الزد دي كي، الزد دي كي راح يسوونها كدي سي بس روتيت زيرو. ورا الزد دي كي راح نضربها في 1/2، نضرب التردد مالته في 1/2. اذا ضربنا التردد مالته في 1/2 يعني هو كان قبل كان خلال التايم الواحد يتكرر بس مرة واحدة، اذا نضربه في 1/2 راح يصير بالتايم الواحد راح يتكرر مرتين، هاي مرة وهاي مرة. وراها راح ينضرب بالإشارة الأصلية الـ BSK. ورا ما ينضرب بالإشارة الأصلية مال الـ BSK راح يكون موجب في موجب موجب سالب، في الإشارة الأصلية هي سالب راح يطلع لنا موجب موجب، روح للإشارة الأصلية هي موجب راح يطلع لنا همين موجب. هنا أنا هاي سالب، روح للإشارة الأصلية نلقاها موجب، سالب في الموجب راح يطلع لنا سالب. هنا أنا هاي سالب وهنا أنا موجب، نضربها راح يطلع لنا سالب، وهاي نفس الشيء هنا من سالب وهناك موجب. راح يطلع عني الرسم هيجي، بالواحد راح يطلع عني موجب، وبالسالب راح يطلع عني سالب، او العفو بالصفر راح يطلع عني سالب. ندخل وراها على شنو؟ على لو باس فلتر ار بي، يعني مقدار اللو باس فلتر يعتمد على الار بي. ولما ندخل على اللو باس فلتر راح يطلع لنا هيج، وراها ندخل على الكومبريتر
ونحدد الفي تيرمينال مالته. ولما نحدد الفي تيرمينال مالته ايش راح يصير؟ راح يصير الاكثر يعني الفي تيرمينال مثلا لو اذا حددناها صفر، لنفترض انه هو ما بين الموجب والسالب هذا هنا هو صفر، اللي اكثر من صفر هو واحد واللي اقل من الصفر هو صفر. هنا أنا مو اكثر من واحد اكثر من صفر راح يبقى واحد، هنا أنا همين واحد، هنا أنا همين نفس الشيء همين راح يبقى واحد، هنا أنا اقل من الصفر فراح يصير صفر، اقل من الصفر راح يصير صفر، اقل من الصفر راح يصير صفر. هاي هنا أنا كمل ال بي اس كي. هنا أنا اكو شيء اسمه different بي اس كي. ال different بي اس كي راح يعتمد على، طبعا انا ما راح اشرح هذا، راح نروح مباشرة على المثال اسهل. هسه هنا أنا هذا مثال كاتبنا find the output coded sequence on the carrier phase for data input ال DN 1 1 0 1 1 0 0 1. طبعا أول شي نسوي جدول، ال N هو يمثل الداتا أو عفوا العدد 0 1 2 3 4 5 6 7 8. الداتا نكتبها مثل ما هي، أول واحد راح نخليه فارغ. لو بنكتب الداتا 1 1 0 1 1 0 1 0 1، أول اكس ان احنا نحددها هي واحد، وأول فيز هو باي، وراح نعتمد بالحل على شنو؟ أما على هاي المعادلة أو على الرسم. اللي يريد يحل على المعادلة هاي شلون راح يصير؟ هنا انا كاتب ان اكس ان يساوي دي ان زائد اكس لان ناقص واحد. يعني مثلا اذا اريد نطلع الاكس، الاكس مال واحد، الاكس مال واحد راح يساوي راح يساوي ال دي مال واحد زائد ال x مال صفر لان n ناقص واحد، وكله شنو؟ كله مسوي له نوت. يعني هسه مثلا دي واحد، ال دي واحد ايش قد؟ ال دي واحد احنا مختارينه واحد هذا، والاكس الصفر ايش قد؟ اكس الصفر احنا دائما محدديها واحد، فواحد زاد واحد راح يصير صفر، لان هنا أنا هاي لوجيك صفر نسوي له نوت راح يصير واحد، فنخليها همين باي. الثاني همينه اكس تو راح يساوي دي دي 1 العفو دي 2 زائد الاكس 1، الدي 2 ايش قد؟ دي 2 1، والاكس 1 ايش قد؟ 1، 1 زائد 1 قلنا لان لوجيك صفر راح يصير صفر، نسوي له نوت راح يصير 1 هم، يعني راح يبقى 1 راح يطلع، يعني راح نكتبها باي. هسه نطلع الاكس 3، الاكس 3 تساوي الدي 3 زائد الاكس 2، خلينا نمسح هاي. وهاي نوت الدي 3 ايش قد؟ الدي 3 صفر، فنقول صفر زائد الاكس الثانية ايش قد؟ واحد، صفر زائد واحد
واحد واحد نسوي له نوت يصير صفر، يعني الفيز مالته ديت صفر. نجي للحالة الرابعة همينة، هسه بعد ما راح اكتب المعادلة راح نحل مباشرة. نحل مباشرة الرابعة، الرابعة هي واحد، الدي مالتها والاكس مالتها نستخدم الاكس اللي قبلها، الاكس اللي قبلها هي صفر. واحد زائد صفر واحد، نسوي له نوت يصير صفر، يعني الفي صفر. الخمسة هو واحد، واحد زائد الاكس اللي قبلها، الاكس اللي قبلها جت صفر، واحد زائد صفر واحد، نسوي له نوت يصير صفر، يعني الفي صفر. هسه صفر، الدي صفر، الاكس اللي قبلها جت صفر، صفر زائد صفر صفر، نسوي له نوت للصفر راح يطلع لنا واحد، يعني الفيز باي. وراها هم يا صفر، صفر زائد واحد واحد، نسوي له نوت راح يطلع لنا صفر، يعني الفيز صفر. والاخير هو واحد، واحد هم زائد صفر الاكس اللي قبلها راح يطلع لنا واحد، واحد نسوي له نوت راح يطلع لنا صفر، يعني الفيز هم صفر. يعني هنا أنا بهاي الحالة إذا أريد نحل الخطوات مع الحل هي راح تصير، يعني نسوي مثل هنا الجدول، هاي هنا يمثل الفيز، هاي هنا اللي راح يصير، راح يصير هنا الفيز، هنا يمثل الاكس ان، هنا يمثل الدي ان او الداتا، هنا يمثل الان. خلي اول واحد صفر، نوب واحد اثنين ثلاثة اربعة لحد العدد، الاعداد اللي احنا نريدها. الدي نبدأ من الواحد، والواحد نخليه هنا حسب هذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هاي نخليهن هنا حسب هو الطالب. هون قلنا الدي الصفر نبقيها، والاكس الصفر نخليها دائما واحد، بس خلنا نمسح هاي، هاي خلينا نقول داتا، هاي خلينا نقول اكس، هاي فيس. قلنا هاي قلنا هاي الداتا مال الصفر راح نبقيها فارغة، والاكس ان راح نخليها واحد، والفيس دائما واي. فرضا احنا عندنا بالواحد صفر واحد اثنين صفر واحد، واحد صفر، هم راح نسوي جمع، واحد زائد صفر واحد زائد صفر واحد، نسوي له نوت صفر راح يطلع لنا صفر الفيز. هسه نجمع الواحد مال اثنين، يعني الداتا مال اثنين ويا من ويا الاكس ان مال قبل اثنين اللي هي الواحد، الداتا مال اثنين هي واحد، والاكس ان صفر، واحد زائد صفر واحد، سوي له نوت صفر، هاي هم من نفس الحالة راح يطلع لنا صفر، لان هم من واحد زائد صفر واحد، سوي له نوت راح يصير صفر. هنا أنا صفر زائد صفر صفر، سوي له نوت راح يطلع لنا واحد. وهيك يعني الخطوات مال الحل، اول خطوة نسوي جدول، ثاني خطوة إذا نريد مثلا نكتب القانون، القانون هو هذا، الإكس إن يساوي الدي إن زائد الإكس إن زائد واحد، أو عفوا ناقص واحد، وكله نوت.
هسه بدي الديموديليتر مال البي اس كي، مال هذا البي اس كي، الديموديليتر مال هذا البي اس كي نستخدم ديلي لاين وميكسر. ندخل البي اس كي الى ديلي لاين ونضربها بالبي اس كي الاصليه، بعدها ندخلها على لو باس فلتر بقيمة ار بي، نقوم ندخلها على الكومبريتر بقيمة في ثيرمينال. هذا الكومبريتر يعني راح نخلي له قيمة في ثيرمينال، راح تكون نصف المسافة، اذا المسافة ما بيناتهم صفر لان هي الوحدة موجب اي، راح تصير وحدة سالب اي لان الفيز ما بيناتهم باي، فيكون نصف المسافة ما بيناتهم صفر، فالفي تيرمينال هنا راح يصير صفر، إذا يطلع أكبر من الصفر راح يطلع لنا واحد، إذا أقل من الصفر راح يطلع لنا صفر. كمل ال دي موديليتر مال بي اس كي. هنا أنا هاي مثال يقول write the help data before example explain the operation of DBSK. هاي هنا على المثال اللي قبله يقول شلون راح يطلع لنا الاوتبوت لما راح نسوي ندخل على الدي موديليتر، هو راح يطلع لنا الاشارات سالب اي كوساين اوميجا سي تي، واكو به الموجب اي كوساين اوميجا سي تي. نسوي لي هندي لي راح يصير هم يعني سالب اي كوساين اوميجا سي تي سالب اي كوساين اوميجا سي تي واي كوساين اوميجا سي تي، يعني راح نضرب هذا في هذا، هذا في هذا، هذا في هذا، هذا في القبله، يعني راح نضرب كل من في القبله سالب اي كوساين اوميجا سي تي في سالب اي كوساين اوميجا سي تي، راح يطلع اي تربيع كوساين اوميجا سي تي يعني واحد. هاي هنا سالب في سالب هم راح يطلع لنا موجب يعني واحد، هاي هنا موجب في سالب راح يطلع لنا سالب يعني صفر، وهيجي وهاي موجب وهاي موجب، موجب في موجب راح يطلع لنا موجب راح يبقى واحد، هنا موجب في موجب راح يطلع لنا واحد، هاي هنا سالب في الموجب مال اي كوساين اوميجا سي تي راح يطلع لنا سالب يعني صفر، هنا هاي موجب في سالب اي كوساين اوميجا سي تي راح يطلع لنا سالب يعني صفر، هنا هاي موجب في موجب راح يطلع لنا موجب يعني واحد. اذا لاحظ انه هاي الاشارة الواحد واحد صفر واحد واحد صفر صفر واحد هي نفسها اللي هنا أنا. اخر شيء هو هنا أنا طلب مثال انه اذا الاكس صفر هو صفر شلون راح يصير الحل، نفترض على نشتغل على هاي الفرضية ونطلع الفيز والاكس ان والدي حسب هذا الجدول ونوب نرسم.